السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان متابعي تازي تي في، مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله على قناتكم. كما هو معلوم إخواني، قناتنا مهتمة بأي شيء عنده علاقة، يعني عنده علاقة بالتكنولوجيا، أجهزة، يعني نقوم بعمل مراجعة لأجهزة الاستقبال، المشتريات التي نشتريها من الانترنت، بيع اشتراكات الاي بي تي في والشيرينج. وكما هو يعني معلوم، اعيد، في فيديوهات سابقة قمنا بمراجعة لبعض المشتريات اشتريناها من مواقع الانترنت. اليوم جئتكم بباور بانك رائع ورائع جدا اخواني، اسمه كونفوليون باور بانك من النوعية الممتازة جدا إخواني. كما تشاهدون، لاحظوا معي هذه الكرتونة الرائعة والأنيقة جدا، يعني باور بانك ذو جودة عالية. نقوم بفتح هذه العلبة الجميلة، للإشارة إخواني، علبة رائعة ورائعة، يمكنك أخذه هدية لأحد أصدقائك، يعني شكل انسيابي ورائع جدا. إذا إخواني، هو الباور البنك الخاص بنا، يعني حجمه مثل جهاز التليفون، يعني جهاز البورتابل، بكل صراحة شكل أنيق وانسيابي. فيه مدخلين ليو اس بي، يعني يمكنه شحن هاتفين في نفس الوقت. لديه هذه شاشة الليد، عندما تقوم بشحن هذا الباور بانك تشتعل هذه الشاشة. وهنا مدخل اي ان، يعني لشحن هذا الباور بانك، يعني باور بانك ذو جودة عالية جدا، يعني فيه 10,000 ملي امبير، نعم 10,000 ملي امبير، 37 واط، 37 واط. يعني بكل صراحة باور بانك في من الجودة الرائعة والرائعة جدا. صراحة قمت بتجريبه، يعني بكل صراحة يدوم لمدة طويلة، ولا يعني بطاريته يمكنها أن تشحن هاتفين كما قلت أنفا، ولا تفرغ بسرعة. بصراحة لمن أراد تجربة هذا الباور بانك مرحبا به، موجود عندنا هنا. يمكنك إشعال هذا الباور بانك من هنا، تشغله من هنا، فيه 4 لمبات تقوم بالإضاءة من هنا. إذا إخواني، أتمنى أن يعجبكم هذا الريفيو او هذا الانبوكسين لهذا الباور بانك. بصراحة اعجبني، صراحة اعجبني. هناك من سيقول بان الاسواق مليانة بهذه المنتجات، صحيح اخي اختي، لكن هذا الباور بانك من الجودة، من النوع الرفيع والممتاز جدا. ادعوكم لتجريب هذا الباور بانك. إذا هذا ما في الأمر إخواني، وصلنا لنهاية هذا الفيديو القصير. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، لايك أخي وأختي إن أعجبك الفيديو، تشجيعا لي، وفي الأسفل اترك لي تعليقا تحفيزيا، أو حتى وإن كان يعني انتقاد، أتمنى يكون انتقاد بناء للرقي بالقناة إلى الأمام إن شاء الله بحول الله. ولا تنسوا أنه في الأسفل يوجد رقم خاص بنا لمن أراد التواصل معنا من أجل يعني اقتناء اشتراك كيفما كان نوعه، أو الانضمام إلى مجموعتنا في الواتساب. فألف مرحبا ومرحبا بكم. ختاما إخواني، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.